اثنين العلم الحقيقي هو الفيزياء وما عداه جمع طوابع بينسب الى العالم الكبير ارنست رذرفورد الملقب بأبو القنبلة النووية ان هو قال هذا الكلام ان الفيزياء العلم الحقيقي وما عدا الفيزياء جمع طوابع جمع طوابع يعني حاجة مش مهمة لا تقارن أبدا بعلم الفيزياء لكن طبعا دي مقوله طريفه مبالغ فيها لان كل العلوم لها احترامها ولها مكانتها ولها اضافتها لتاريخ العلم وتاريخ ومستقبل الانسان. انما علم الفيزياء ليه اتقال عليه انه ممكن يبقى العلم المركزي في العلوم وعنده مكانه تاريخيه كبيره. البعض يرى انه لانه امتداد للفلسفه. الفلسفه كانت هي اللي حاضره على مدى قرون. وحتى الفيزياء لما ظهرت كانت بتسمى الفلسفة الطبيعية يعني كأنها الفلسفة التطبيقية وفي تقدير أن الفيزيائيين أحفاد الفلاسفة عشان الموضوع ما يكونش صعب أن كانت الفلسفة بعد كده الفيزياء فهذا بيعتبر أن الفلسفة امتداد الفلسفة أصل الفيزياء وأن الفيزياء امتداد للفلسفة وإن الفلاسفة أجداد الفيزيائيين، وبالتالي الفيزيائيين يبقوا أحفاد الفلاسفة. الفلسفة أولًا، ثم الفيزياء ثانيًا. في فيزيائيين عظام أدوا مكانة لعلم الفيزياء في الغرب والعالم. إسحاق نيوتن، ألبرت آينشتاين، ثم ستيفن هوكينج. وأينشتاين وهوكينج من الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء. إنما هوكينج نفسه بقى ستيفن هوكينج. البريطاني الحائز على الفيزياء بيقول انه احنا ملناش علاقه بالفلسفه والفيزياء تجاوزت الفلسفه بكتير جدا مش محتاجين الفلسفه في اي شيء واعلن موت الفلسفه لا محتاجين فلسفه ولا فلاسفه الفيزياء كافيه والفيزيائيون يكفون هذا الاستعلاء والغرور في علم الفيزياء هو طبعا ممكن يبقى طريف زي ما قال رازرفورد ممكن يكون متطرف زي ما قال هوكينج انما في الواقع الفيزياء لم تعد علما مستقلا دلوقتي في تداخل في العلوم في الفيزياء متداخله في الكيمياء في الاحياء في الطب في الرياضيات في علوم الهندسه دلوقتي كل العلوم بقت متداخله وفي حاجه اسمها فريق علمي بيكون عالم من هذا المجال عالم من هذا المجال عالم من هذا المجال لأن كل بقى يحتاج إنتاج وإبداع وابتكار ونتائج العلم الآخر وأنا مرة سألت الدكتور أحمد زويل قلت له لما بقعد أقرأ في سيرة إنجيلا ميركل مش قادر أعرف هي يعني كيميائية ولا فيزيائية لأنه كان بيقول لي أن خفير سولانا وإنجيلا ميركل كانوا كيميائيين زيه فقال لي إنجيلا ميركل الاثنين هي فيزيائية وكيميائية وبالتالي ممكن تقول ان هي أستاذة في الكيمياء الفيزيائية أو الفيزياء الكيميائية، فالتداخل بين الكيمياء والفيزياء والأحياء والطب، حتى جائزة نوبل بتبقى للطب والأحياء. هذا التداخل الكبير جدا ما يخليش الفيزياء عايشة لوحدها ولا محلقة لوحدها، إنما هي جزء من حركة وتداخل العلم المعاصر. إنما لا شك أن الغرور والطرافة اللي عند رثرفورد لما قال أن الفيزياء هي العلم الوحيد وان ما عداها جمع طوابع هي كلمه تدي مكانه لعلم الفيزياء لكنها كلمه غير واقعيه وغير مقبوله نتيجه ان العلوم كلها علوم عظيمه ونافعه ومفيده وكل العلوم تضافرت في صناعه المعرفه التي ادت الى تقدم الانسان المعاصر